طبعا اليوم احنا نتواجد في مقر الهيئة العامة للعقار لنتحدث حول مؤتمر آفاق مستقبل القطاع العقاري 2021. هذا المؤتمر الذي يعقد بشكل سنوي ايضا تعقده الهيئة العامة للعقار ليكون هذا المؤتمر منصة للحوار والنقاش ويجمع العديد من الجهات الحكومية والخاصة التي يعتبر القطاع العقاري من شأنها ايضا حتى يفتح المجال لرؤى أوسع وأكثر أفق فيما يخص تنظيم القطاع العقاري. للحديث أكثر حول هذا المؤتمر الذي بإذن الله يوم الثلاثاء القادم وسيكون في افتتاحه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، وسيكون الافتتاح طبعا بإذن الله في مساء يوم الثلاثاء. يسعدني أن ينضم معي في هذا اللقاء المهندس خالد الحمادي وهو المشرف العام لمعرض ومؤتمر آفاق القطاع العقاري وايضا رئيس التنفيذي للمعهد العقاري السعودي. حياك الله، تقرب شوي بس. بدايه رحب فيك عبر شاشه الاخباريه، يعني خلينا نتكلم بشكل عام حول الهدف من انعقاد مثل هذا المؤتمر تحديدا فيما يخص القطاع العقاري، ايضا لاعاده شكل تنظيم القطاع وايضا لطرح العديد من الرؤى وايضا حلقات النقاش فيما يخص مستقبل القطاع العقاري، اهميه تنظيم مثل هذا المؤتمر خصوصا في الفتره الحاليه في الرياض. اهلا وسهلا فيكم وشكرا لكم على الاستضافه وشكرا على متابعتكم المتميزه للمؤتمر العقاري الثاني آفاق مستقبل القطاع العقاري اللي تنظم الهيئة العامة للعقار. ومثل ما تفضلت في المقدمة سيكون برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وبحضور أصحاب المعالي وأصحاب السعادة من القطاعات المختلفة الوزارات والهيئات. المؤتمر طبعا يهدف إلى استقطاب والخبراء والمختصين والمهتمين في القطاع العقاري لتبادل الآراء والخبرات ومشاركة الأفكار المختلفة في معظم الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع العقاري. طبعا الهدف منه أنه يكون منصة للنقاش والحوار بين الخبراء والمختصين، عرض المستجدات التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، التكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة في القطاع العقاري، وكذلك استشراف وإبراز ملامح ومستقبل القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية نظرا لأهمية هذا القطاع وضخامة هذا القطاع وأهميته لجميع خلينا نقول فئات المجتمع في المملكة العربية السعودية مستثمرين أو مستفيدين. أيضا فيما يخص أبرز المواضيع التي سوف يتم مناقشتها فقط للعلم بأبرز المحاور التي سوف تكون مطروحة على طاولة النقاش في هذا المؤتمر في دورتها الثانية. طبعا راح يكون في إن شاء الله 22 متحدث في المؤتمر في مجموعة من ورش العمل، 6 محاور رئيسية تركز على مستقبل القطاع العقاري في المملكة، الاستثمار في القطاع العقاري، الأنظمة وحوكمة القطاع العقاري، الاستدامة في القطاع العقاري، التقنية وأثرها على القطاع العقاري، التوظيف والعمل الحر في القطاع العقاري. هذه أبرز 6 محاور رئيسية، يعني ينبثق منها 19 محور فرعي مفتوحة للنقاش وللتوصيات وللآراء والمقترحات بحضور الجميع المهتمين والمستفيدين في هذه الورش. الورش راح تكون على مدى 2 يوم. مثل ما تفضلت في مقدمتك انه الافتتاح ان شاء الله سيكون في يوم 28 ديسمبر. الورش راح تنطلق الساعه 9 صباحا يوم 29 ديسمبر ويوم 30 ديسمبر، وسيكون هناك معرض مصاحب شاركت فيه مجموعه من الجهات الحكوميه والقطاع الخاص كمعرض مصاحب للمؤتمر. شكرا لكم واتمنى لكم التوفيق. شكرا للجميع. سيدنا الكرام، زملائي في الاستوديو، كان هذا حديث المهندس خالد الحمادي وهو الرئيس التنفيذي للمعهد العقاري السعودي وايضا رئيس اللجنه الاشرافيه لمؤتمر ومعرض افاق ومستقبل القطاع العقاري الثاني في دورته لعام 2021 الذي هذا المؤتمر سوف يكون باذن الله افتتاحه يوم الثلاثاء القادم في الساعه تقريبا 6 من مساء يوم الثلاثاء بحضور معالي وزير الشؤون البلديه والقرويه والاسكان الاستاذ ماجد الحقيل. الان اعود بصوت الصوره لك زميلي عبد الله في الاستوديو. نعم، كل الشكر لك عبد العزيز الموينع.